السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا في أسئلة الكواليتي اوف سيرفيس، وكنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الكواليتي اوف سيرفيس في أسئلة كتير، وعرفنا ان في فرق بين مصطلح الماركينج ومصطلح الكيو. حاجات الماركينج ان انا بعلم على الباكت اللي انا حابب ان انا اعملها معاملة مختلفة، وفكرة الكيو ان انا بدي أولوية او بشيل الأولوية، بأخر باكت بيزد على المارك اللي محطوط او العلامة اللي محطوطة عليها. فاحنا اتكلمنا كتير قبل كده عن موضوع الكواليتي اوف سيرفيس، فهنشوف مع بعض الأسئلة دي افكارها ايه، ولو في حاجة مختلفة عن اللي احنا اتناقشنا عليها قبل كده. السؤال هنا بيقول ايه الفيتشر او البروتوكول اللي بيحدد هل الكيو او اس في سفيشنت كواليتي في النتورك عشان تسبورت السيرفيس ولا لا؟ البروتوكول اللي بيحدد الموضوع ده بروتوكول اسمه الاي بي اس ال اي. ممكن احنا ما اتكلمناش عنه قبل كده، بس هو اختصار لاي بي بروتوكول سيرفيس ليفل اجريمنت. بيعمل الاي بي اس ال اي دوت، بتقول ان انت في عندك سورس وديستنيشن، بتخلي راوتر هو السورس والراوتر الثاني هو الديستنيشن، وتبدا تعمل بينج من الراوتر الاول السورس للديستنيشن، ويبدا ان هو يديك احصائيات عن عمليه البينج دي، ناجحه ولا مش ناجحه، حصل ريكوست تايم اوت ولا لا. يقدر كمان ان هو يقيس حاجات ليها علاقه بالفويب، يقدر يقيس حاجه اسمها الجيتر، يقدر يقيس طبعا الليتنسي على حسب البنج اللي بيجي، الى اخر هذا الكلام. فالاي بي اس ال اي هو من البروتوكولز اللي انا بستخدمها عشان اقيس جوده الشبكه بين سورس وديستنيشن، وبناء على الجوده دي بيتم تحديد هل الكواليتي اوف سيرفيس اللي موجوده في الشبكه تقدر ان هي تسبورت اي بي سيرفيسز معينه. معنى ان انا بقول اي بي سيرفيس يا جماعه يعني السيرفيسز او الخدمات اللي بترن جوه الشبكه بيزد على بروتوكول الاي بي. كونفيجريشن الاي بي اس ال اي على ما اعتقد ان هي اوت اوف سكوب بالنسبه للسي سي ان اي ليفل، ولكن هو موضوع جميل جدا ومن المواضيع الشيقه. كمان الكونفيجريشن بتاعته على ما اتذكر يعني حاجه بسيطه جدا، يعني انت بتخش مثلا تقول لو افترضنا ان هو ده السورس، بقول اي بي اس ال اي مثلا، وهقول مثلا رقم الاس ال اي 1، وهقول مثلا ان انا عايز اعمل اس ال اي بالاي سي ام بي ايكو، او ممكن اقول ان انا عايز اعمل اس ال اي باتش تي تي بي او باث ايكو او جيتر او تي سي بي كونكت او يو دي بي ايكو او فويب، يعني برضو تبقى حاجه ليها علاقه ايكو ليها علاقه بالفويب. فمثلا خلوني انا استخدم ابسط مثال ممكن، فاقول له اي سي اي بي اي سي ام بي ايكو، واقول له انا عايزك كل شويه بعد اذنك تنجلي او تعمل بينج من الراوتر ده على 10 1 2 2، وهو في الحاله دي الراوتر الثاني اللي موجود على نفس المسار، وعايزك تعمل سورس اي بي تبنج عليه بالسورس اي بي ادرس دوت 10 1 1 1 اللي هو سورس اي بي الراوتر ده، واتك انتر، واقول له بقى هنا ان انا عايز اعمل الفريكونسي بتاعتي تبنج عليه كل مثلا ثانيه، وبس هو هيقول لي اقل حاجه للفريكونسي 5000 ملي سكند، ف 5000 ملي سكند يعني 5 ثواني، فاقول له فريكونسي 5 ملي سكند، والثري شوت بتاعي لازم الرد عليا يكون في خلال 3 ثواني فقط. لو لقيت ان الريبلاي بياخد اكتر من 3 ثواني هيدي زي ريبورت ان الاي بي اس ال اي فيها مشكله. وعندنا ايه تاني ممكن يتحط هنا؟ حطينا الفريكونسي والثري شوت والتايم اوت بتاع الباكت الواحده اخره برضو 3 ثواني. ولما بقى خلاص كده عملت الكلام ده هقول له شو اي بي اس ال اي ورقم واحد، شو اي بي اس ال اي اسف سمري، واتك انتر، فيقول لي فعلا في اس ال اي رقم واحد بتبنج على 10 1 2 2، بس الريترن كود بتاعها انون، واخر مره بعتت دي بعتها من 8 دقائق و30 ثانيه، مع اني ما خدتش هذا الوقت كله، فممكن دي تبقى بج، يعني مش عارف الموضوع عامل ازاي. هجرب كده بنج من الراوتر ده على 10 1 2 2 بيبنج فعلا، هشوف ممكن حاطط السورس اي بي غلط، حاطط الاي بي ادرس 10 1 1 1 شو اي بي اس ال اي سامري. هو ده بسبب اعتقد ان الاس ال اي اي بي اس ال اي 1 بي اس ال اي سكادجول 1 start now life forever. انا فعلا ناسي كوماندز الاي بي اس ال اي كتير جدا ما اشتغلتش عليها. دلوقتي لما اقول له شو اي بي اس ال اي سامري هلاقي ان هو فعلا بيبي بينج على 10 1 1 2 والريسبونس اللي جاله اوكي. فبناء على البينج وبناء على لو انا مثلا هرن الترافيك زي الفويب، فهنا مثلا لو الريكوست جالي
في اكتر من 500 ملي سكند، فمعنى كده ان الفويب مش هيشتغل بشكل كويس على الشبكه. واقدر طبعا ان انا اعمل اليرت ان اول ما الريبلاي عندي مثلا يزيد عن 500 ملي سكند يتبعت لي زي الارم ان خلي بالك الترافيك بتاعك او الشبكه بتاعتك مش هتدعم خدمات الفويب. فده كده كان بريف سريع عن ايه هي الاي بي اس ال ايه، وهي فعلا من الخدمات اللي بتعمل استنباط هل مسار الشبكه يكفي لدعم الخدمات اللي انا منتظر مني ان انا اشغلها على الشبكه دي ولا لا. التو اكشنز اللي بيعملهم الويتد راندوم ايرلي ديتكشن ميكانيزم اللي هي الدبليو ريد. الدبليو ريد اللي بيعمله ان هو بيدروب اللور بريوريتي باكيتس فعلا لما يعني انا بعمل ماركينج وبقول في حاله الكونجيشن بفعل الدبليو ريد على الراوتر. في حاله الكونجيشن وقع الباكيتس اللي معمول لها مارك ان هي باللو بريوريتي عشان الترافيك لو في زحمه في الشبكه الترافيك اللي هو التوب بريوريتي هو اللي يعدي الاول، ومش مهم لو اللو بريوريتي وقع لان هو ملوش يعني اهميه زي ما هنتكلم في ترافيك زي الفيديو كونفرنس او الكولز بتاعت الفويب الى اخر هذا الكلام. وطبعا الدبليو ريد بيميتيجيت او يعني بيمنع او بيحمي فعلا من الكونجيشن عن طريق ان هو بيمنع ان الكيو اللي على الانترفيس بتاع الراوتر يتملى لحد الاخر فيحصل دروبينج للحاجات اللي المفروض ما يحصلهاش دروبينج. السؤال بقى كده بيقول ايه التو كيو اس تولز اللي بتبروفايد كونجيشن مانجمنت؟ التولز اللي بتبروفايد كونجيشن مانجمنت يبقى التولز اللي بتعمل كيو. في الحاله دي كلاس بيزد ويتد فير كيوينج هيشتغل معايا، والبريورتي كيوينج برضو هيشتغل معايا. الاف ار تي اس دي معرفش هي ايه، الكار دي حاجه تانية، البي بي ار ده اللي هو البوليسي بيزد فوروردنج وما لهمش اي استخدام في موضوع الكواليتي اوف سيرفيس دلوقتي. ايه الاوبشن؟ ايه الاوبشن يعتبر مين فانكشن للكونجيشن مانجمنت؟ هي فكره ان هو بيدروب اللور بريورتي ترافيك وبيكيو الترافيك بيزد عن بريورتي، فبالنسبه لي بي هي الاجابه الصحيحه. السؤال بقى كده بيقول what does traffic shaping do to reduce congestion in network؟ خلينا بس نبقى عارفين ان في حاجتين، في مصطلح اسمه traffic policing وحاجه اسمها traffic shaping. الترافيك بوليسنج معناها ان انا بحط مثلا زي كرايتيريا ان الترافيك بتاع الشبكه ما يعديش مثلا الواحد ميجا. فلو الترافيك عندي وصل لفكره ان هو واحد ميجا اي حاجه ما فوق الواحد ميجا هيحصل لها دروب. ولكن الترافيك شيبنج هو بيوحد النمط بتاع الترافيك المبعوث من السورس للديستنيشن، عشان بدل ما يبقى في عندك هاي ولو بالمنظر ده بيحاول ان هو يوحد الترافيك كله انه يمشي بمستوى واحد ومستوى متزن، عشان حتى يبقى الترافيك اللي موجود على الشبكه او الترافيك اللي ماشي للانترفيس ماشي كله بسيمتريه واحده. فالشيبنج معناه ان انا بمشي الترافيك او الاستريم كله بطريقه واحده. ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق ان انا بعمل بافر للترافيك وبعمل كيو للترافيك عشان يطلع كله مع بعض منظم ومرتب بشكل كويس. انما في حاله البوليسنج لا، في حاله البوليسنج انا بوقف الليميت ان انت ما تعديش 1 ميجا، لكن انت لو اشتغلت 100 كي ما عنديش اي مشكله، بس المهم عندي ان انت ما تعديش ال1 ميجا. فطبعا برضو هنلاقي ان البوليسنج بيشتغل على الانكومنج والاوت جوينج دايركشن فقط، ولكن الشيبنج بيشتغل على الاوت جوينج دايركشن فقط. البوليسنج مش بي بافر بيدروب، ولكن في الترافيك شيبنج بعمل بافرنج للترافيك عشان امينيمايز حاجه اسمها التي سي بي ري ترانسميشن. يعني بمعنى اصح في البوليسنج الترافيك اللي بيعدي الليميت اللي انا حاطه بيحصل له دروب، فالديستنيشن او الديستنيشن ببلغ السورس ان في سيجمنتس تي سي بي 1 2 3 واقعين، فمن فضلك اعملي ليهم ري ترانسميشن. ولكن في الشيبنج الراوتر نفسه هو اللي بيبفر في الكيو بتاعه عشان يطلع ان الترافيك منظم بشكل افضل او منظم او بيتبع سيمتريه معينه. الفيتشر اللي بتمبلمنت عشان تعمل ريزيرفنج للباندويتس للفويب كول حاجه اسمها ريسورس ريزرفيشن بروتوكول اللي هي الار اس في بي. البيربوز بتاع الترافيك شيبنج، الترافيك شيبنج زي ما قلنا بيليمت الترافيك او بيليمت الفلو بتاع الباندوتس ذات كان فلو يوز. انا بتبقى الاجابه الصحيحه فعلا ان انا بعمل ليمت للباندوتس اللي الفلو ممكن يقدر ان هو يشغله،